صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 55 لسنة 2024 بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبابكو أنرجيز شركة مساهمة بحرينية مقفلة شين ميم باء ميم وذلك بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه مع مراعاة حكم المادة 76 من قانون الشركات التجارية الصادر المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001 يرخص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لبابكو أنرجيز شركة مساهمة بحرينية مقفلة ش ميم ب على النحو المرافق لهذا المرسوم